انا قاعد يا رجال اريح تبقى يا مرحب. شوف انتو يا رجال ما دخلت ذي كذا البروستيش ما زقنت عزرا. شوف الحجز تاكد ولا لا نازل ولا لا 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 يعني كني جلست اخذ راح ترى تو طالع من قضيه حاشر له واحد زاوية اللي عشان يسرع بالله ماني اشبه ذاك اللي السوت يا اخي تشبه المحامي ذاك اوه صح كني بس انا انت افخم اكيد. كيف انت يا رجال؟ طيب وقتالي حالك طيبين نهداك شيبان ماجر والسلامه طلب اشتني بروح اتعشى الله هم مين هد سنكبو من بعدها ريحه عود ازرق صف كزوي بعد العشاء حلوه مفتتح العروض لا 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 جديدكم الجديد ايش عندكم عطور والله منزلين كولكشن جديد يا عيال يا عيال كولكشن كولكشن هذه وش ابي اضيفها في المنيو يعني ما تعرفها؟ لا لا كولكشن اللي هو عده منتجات حلو في مكان واحد حلو حلو تنطلق كلها سوا حلو بضيفها في الكولكشن اليوم يا يعني. كولكشن لا يا غبي مو كذا مو كذا اقول هي كولكشن يعني عده منتجات حلو يعني هذه لها وقت اي بالمنتجات طيب ما هو تقولها يعني انت اليوم تنزلنا كولكشن طيب اتوقع انك لازم تقولها بعد 12 مو مرعي قبل 12 ولا هنا العيال عندي فقره اسئله بما ان ابو عبد الله ما قصر واعطانا فتره اجازه العيد دي كل واحد يعطينا فعالياته وين بيروح في العيد ايش بيسوي في العيد جوي جوي الخيال السيناريو يلا يلا نبدا من عند ابو عبد المحسن بعدين مشعل بعدين محمد ابو صالح جاي يا سلام مرحبا والله وش جدولك الحين؟ والله الجدول الحبيب قاطع على طول الدين على الشعر ها الدين على طول نطلع هنا على الدين ان شاء الله العيد في الدين في الدين شوف هو ما تجي تاكل كهرب 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 اي كهرب كهرب اسلم اسلم العشاء يوم عرفه يقوم يطلعونا من هنا عدي طياره ان شاء الله ولا خط والله ما ادري على حسب نشوف كيف الحجوزات امور الحجوزات ها سلام عدي لي سواء العيد في الدين العيد في الدين ان شاء الله صلي الصبح هنا ان شاء الله قلني في الله يستر عليك ويسهل امرك تعيد ان شاء الله بالسلام وتجيب السلام باذن الله وانت يا ابو مريم العيد وين؟ صلوا على النبي صلوا على النبي حمل افطر صح؟ سلام بنصوم بعدين نفطر يا سلام تفطر وانت مستانس لانك بتطلع الفرحه مش سيعاني الفرحه مش سيعاني تفطر قدك حاجز فين؟ انا بقول من نفسي قدني حاجز لعبه هول بليون عرفت نحن بنعيد في الديره بالعد يا اخي ليه ما تعيدون عندنا؟ يا اخي ما نحب عيد الرياض اشكرك تطلع من هنا اهم شيء ذي رحلتي متى؟ الساعه 1 بالليل من الساعه 6 للساعه 1 ايش تسوي؟ طيب توصل هناك كم؟ عندي بقابل ناس من اهلي هنا خواتي بقابلهم هم اخلص منهم مقابل اخوياي ساعه قبل الرحله بعدين اطلع وسيده فين؟ ابها ساعه الرحله شفت لما تفتح لما شفت كيف انت كيف شفت لما تطلع باب من مطار الملك شو اسمه مطار ابها ايش اسمه مطار ابها الدولي مطار ابها الدولي وتسمع صوت العرب تسمع وتشم ريحه ريحه الله الله مسيده من ابها للاحد مو من قابل الاهل والاخوان وتقل ثوب جاهز حي الله زميلنا امس لابس ثوب فين ثوب العيد ايوه تقابل الاهل تقابل الاهل بعدين اسلم 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 شكرا لك ترى وسخته بس ايش اسمه اهم شيء غسلته اي بس ترى في بيبقى سواد شوي لا انا فداك معليش والله ترى ماخذ الطريق من حقي لا لا مو بحق لا لا حقي حقي يعني شغله كذا هذا حقي خلاص يلا طيب معليك عارفك خياط يبها يفصل لك في ثلاث ساعات تزهق هذا حق لا لا حقي حبيبي حق منير الله 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 اسلم هم تروح درجة حرارة 16 لأنك واصل ليش الفجر حلو. عرفت كده عارف وفي رش خفيف في رش بعد الرش شفت الرطوبة الله يسقي شديد في نقطة بس الله يسقي بخرب عليك السالفة أبيك المطار أول ما توصل شو يقول كيف النغمة حق دن 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 الرجاء ربط حسام الأمان لا أنت وصلت الحين توجه للصالة ما في كلام توجه للصالة نيابة عن طاقم اي الصوت والناس بالشنط والحياة ريحتك حلوة كذا ولا يجيك نيابة عن طاقم نرحب بكم بمدينة أبها درجة الحرارة الخارجية 16 الله عليك اي وانت كذا تصور سناب اي بجوالك معك تشوف الكومنتات تشوف الناس كذا تناظر شحنك فل 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 هم ايش تروح من ذا الين لحد عاد رفيد سلام هم تعيد هم تروح عند عمك طق المحزم وقزوي ويه ومدق في ذيك العريق والسمن والسفرة اللي كذا وريحة عود
بخور قال عليك بريحة الذبح والسر هم تروح تعايد على العرب ابشر والله برايك وبال بالموضوع بس عندنا الحين بخور ما هي سالفه يا مو ودي اطول عليكم بعدين كذا تنبسط وتعيش وترجع الرياض وتدخل بعد لا لا البارت هذا ما تقول اخر شيء البارت هذا خل بس باقي الذبح والسرخ والريحه انا ان شاء الله بنطلع من هنا طال عمرك ثم بنزل ان شاء الله مع الجديه للديره ان شاء الله كم تبعد ديرتكم مني 260 يعني ساعتين لا قريب سمعت يعني شعور حلو شعور فخم جدا انت تطلع من هنا طال عمرك ملابسك معك ومروق طال عمرك جوالك معك طال عمرك وتدق على تعايده وتعايد ذا طال عمرك كل عام انت بخير تسوي له الخط عرفت توصل هناك طال عمرك الصبح طال عمرك تروح تعيد على ربعك تمشي وتستانس تعيد على جماعتك واللي تحبهم وشكر لكم تفضل ابو مري الله البيت شيد صوب اهلي هنا العيد في الرياض ما شاء الله نعم لكم انا اقول يا ابو مفرح تبدا اللي كلامك كذا عن العيد هذا هو اللي يستانس العيد اكثر واحد اقول يا ابو مفرح وانا والله العظيم لا شفت ابو مفرح ضايقني ابي والله ماني ضايق اقول اضرب العالم انا يمناك ما انت لحالك الله ابتسم جعل الوجيه المبغضه يفدون دون انت كدر خاطرك ولا تعكر بالك والله اني لقلب الدنيا وقفته الله سلام يا سلام صح انسان عيد يا طوال العمر عيد يا طوال العمر عيد الرياض غير والله انك صادق بايخ انك جبتها بايخ والله مو بايخ بس يا اخي تحس ان يوم عادي ما طعم يوم عادي فانا وش اسوي اذا كان ابي العيد وانا دق سلف الموتر على وين الحسن الروزية وين الروزية القويه شو الروزية في الحسن ايه يا ربي الناس طالعه يا عم كذا وداخلين طالعين وكيف حياه تحس انك مرتب تحس انك ما ادري يا اخي مالك الدنيا كلها دقيقه يا قشعريره ثواني اي والله جتني حتى انا يوم قلتها عيدنا يبدا بعد صلاه العيد اكيد يا جماعه ايش دعوه لا اكيد انا كنت بمشي بسوء الا مع نفسي ما ادري انت غدا بعد صلاه العشاء اكيد بعد صلاه طبعا عيد عندنا شفته تغدى اي تغدون حلو الفكره دي نطبقها من الساعه 8 الى الساعه 12 جلسات وناس وجلسات طرب وهلا ريالتي قول صدق هذا والله الريالتي صدق الى 12 اذن الظهر يا طويل العمر في شفت يرقد يقيل ايه طبعا قيلوله عندنا متى من 12 لين 8 العشاء الى 9 هذا الشفت الاول الشفت الثاني متى يبدا من 12 في الليل الى 12 الظهر عاد انت تختار الشفت اللي على جوك شفت فيه حق ورقه ولعب وناسه وشفت حق شاليه واستراحه وناسه عاد انت تختار الشاليه والطقه ذي استانس اختار الشفت اللي وهذا عيد يا سلام وبتروح العسل ان شاء الله احتماليه 70% حلو تفضل يا عم انا والله بين نارين اما اني اروح جهه جده سير على الربع اللي ثمنها اللي امي واهلي انهم حاجين دسه والله ما شاء الله ما تبارك الله اما الخيار الثاني باذن الله ويلكم تو دبي عند النارين اما دبي ولا مكه والله اما عندي 3 ايام اسمع ما يتسوى 3 ايام دبي والله العلي العظيم انا راضي ولد انا راضي خلي الدينه ونروح معه ها ايش سوى بالدين هب لي معك هب لي معك شلت راح هب لي معك الله عليك شفت انا بعد الاضطهاد اللي جاني في هذا المكان لما تبي شيء ايش اقول برا يوم انه واقفين مع رجع يوم على سالفه الحجز عطنا اول كم صلوا على النبي ابو جابر ما طار الرجال ذاك قال شو قال ابي تركيا ابي اروح تركيا تركيا والله اني قلت برا يقول واحد اثنتين بس السلام عليكم اني ذاك له بروح له بروح فرنسا وذا له بروح تركيا وانت اللي انت بروح لا انا شوف دبي والله ناس ابو جابر اذا امي كرشيتني قالت لا تجي لا اشوفك شوف ابو جابر العيال عطونا احنا فقره وش تسوي في طلوع الاجازه وين بتعيد العيد عطى تفضل يا ابو ثاني العيد علمنا من يوم الدبس رحله الرجع حلوه هذا عايش جوه حاله خاص ابو جابر الله يعطيك العافيه معليش ابو جابر تحملني شوي ابي من يوم الدق سلك يا طق انا يا طويل العمر نبغى التفاصيل لا بالشنطه نيه في الغرفه حق برنامج بدايه برنامج الاستديو قناه بدايه برنامج الاستديو وبروح اخذ سيارتي من الملقى واشغلها وما سبرد الماكينه الا في تهامه ان شاء الله الله النشاتها ما خير اديره الله يعطيك العافية على هذه الكلمة اللي أسعدتني جدا والله أنت إنسان سعيد طيب أبو جابر سعيد وأسعدني الكلمة طيب أبو جابر هل من الممكن أني أرى منك
جايني مثلا مندوب جايب هديه من محمد جابر لي في العيد. ابشر والله بهذا هديه من تهامه يعني خاصه تجيني من تهامه. أيوه. الله يسعدك ان شاء الله. طب نبي تفاصيل تكفل نبي قشعريره. صدق انا تعشمت فيك في سالفتك صراحه. يعني تقول لنا ايش بتسوي؟ علمنا من تفاصيل الخط. انا يا طويل العمر السلام مجهز لي محتوى في السناب. هاي يلا اطلع منه. ايوه ابى اطلع منه يا طويل العمر السلام ومنزل مع القدي. ايوه نزلت ايش؟ بنزل انا وياك السعاده. نزلت السعاده انا وياك سوا. اشهد انها نزلت السعاده وطلعت السعاده برضه. بنزل وياك سوا ان شاء الله. ايوه ما فرق انا مع الرأي وانت كم زين. ازهل عندي. انت معي؟ انا ايش المحتوى حقي؟ باخذ العزبه معي. اوه وين بوقف؟ فيها وقفه. وين بوقف؟ برودان. لا حول لها ضيق الدنيا. اوه عسيلة. قلت له ايوه اللي وحدان. يمين عند الهضاب. اشوف لا عايض معي. ها عايض معي نروح نسوي لنا شاي نطبخ كذا نصور. كمل الخط. بس المشكلة اخاف اني بتاخر من الديرية ولا من الله ثلاث ايام. لكن ان شاء الله انا عندي امل واحساس انهم بيعطونا خمس ايام. عندي باقي احساس. يا رب. اسمع منك. انا عندي احساس انها خمس ايام. والله اني. خمس ايام. إذا تمنيت فتمنى شيء. والله 10 أيام 5 أيام وش. والله أنا كنت أبي أسبوع. يقول إذا تمنيت فتمنى النجوم، إذا ما وصلت النجوم عرف إنك في القمر. أنا عندي رأي أبو جابر، بدل ما تروح توقف تطبخون وتأخرون وقتكم وراكم عيد. سناب محتوى يا أخي تراه متعب يا أخي على المحتوى، تراني قاعد أفكر. لا أنا أدري لا أسمع أسمع. مجهز العزوة، حاط في راسي صور قدر، أسمع. مرة رمضان خذك عندهم برمة على كيفك. كم المطعم اللي هناك الجاي. أسمع برمة. اسمع انا بمشي قبل 100 كيلو اقل شيء. هو العظم ان شاء الله تجون قد يجي سوي لك مرموط رفعنا والله بس ان شاء الله ان انت تروح مو ترجع لو يمدون بس اسبوع. والله ما اظن ما قد ضبطت حجوزات تدري بشوف اسبوع حلو شلون كان لقيت لك والله يا اسبوع. انت وين؟ يا رجال ابو جابر اهم شيء لا تنسى حتى الشتاء يا زاهرين اخر الليل. طيب اسمع انا ما بنطلع منها الا بعد العشاء سمعتم اليوم؟ ايوه يعني ان شاء الله على الفجر انت تتهامى بعد العشاء يعني يوم 9 ولا 8 9 يصبح العيد. والله يا رجال انه وقت ترى عندك تكوي ثوب فهد هذا القياس يطلع يوم 8 والله ولا عندك تحلق اخو عبد الرحمن نطلع 8 خلاص الرياليتي اليوم اللي قبل نطلع فيه كله تجهيزات. ايوه نطلع برا هنا ونجيب له شو اسمه المرايه هذه نحلق ونحلق تضبط ونحلق قدام الكاميرا خيريه يا اخي انا حر يا بكره العيد يا بعدين ما نبي عشان ما نتاخر على الهواء بما ان احنا شباب منضبطين لازم نعلم الناس ونسعى نجاح النسخه. الله يجيبون الحلاقين على الهواء نحلق على الهواء والله تحيه ملابس ملابس دقيقه باقي واحد ما سالناه نفس السؤال هنا وش فعالياتك في الثلاث ايام اللي بيعطونا فيها اجازه في العيد وش بتسوي اول ما تطلع من هنا ذاك الليله كل ليله اغاني افتش السلاح وثبت لها مني على المطار مطار وطيارات انت شغل قوي المدينه هي وعد كم كيلو ارجع تهامه اسمع 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 ساعه ونص يا ولد المطار بعيد عن الديري انا اطلع منه ما في الا اقرب مطار عندنا ابها ابها كم سبعين من الديري حول 200 وعليها الله والله العظيم انا ما عاد اقول لك والله كثير المدينه طلع ثم لين اعيد مع العرب ثم خابري صواني يحطون الربع في سنه وذبايح يلقون المصير قدامه زلا واللي يفوز اربع ذبايح اللي يفوز الاول تمام مش عارف ما يطبخ ما يسوي قهوه ما يسوي شيء يصير شيخ يصير شيخ نفس شيخ القريه نفس القريه هذا الشيخ القريه حقنا فخم لكن ظني السنه دي ما حاصل ما تدري انا متوقع انه السنه دي بيدلعوا لكم بياخذون شاليه وشغل قوي وحركات اي لان بعض الامور ما نقدر نطلعها في السنه ايه اي تعرف عيد ضحيه ما نقدر نصور بعض مو بلازم عاد انكم عاد مخيم يعني مو بلازم ذاك الشيء بس انت ترى عندنا ربع هنا ترى ربعنا ما يحطون ذبايح لا بوفي مفتوح الله لا بوفي مفتوح في خواضه في خواضه حركات صدقوني يا عيال بوفي مفتوح هو طالع عمرك اول يوم بس تكي كيف الخواضه الاطباق الاطباق حق ثلاث اطباق حق انا اعلم فوتشينا فوتشينا اي فوتشينا اي والله هذا لاعب ياباني سوشي سوشي لازانيا لا دقيقه في ستيك المكرونه ذيك البيضاء باستا باستا ولازانيا لا الا هي فوتشينا فوتشيني 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 لازانيا واخوان اي اهم شيء اخوان نقانق نقانق لا نقانق ما في نقانق نقانق و شد فول سوداني راح عني مش لا ليه؟ لا ما يحطون غريب ما يحطون ربع يحطون طحينيه كل البوفيهات فيها فول سوداني يعني انت تكذب عليك
يا اخي احنا هو كيفنا ولا كيفهم؟ لا هو بكيف البوفيه. احنا هذا البوفيه هذا باسمنا احنا. لان ما يعتبر فطور. احنا ما نجيب احد يا اخي يسوي لنا، احنا نسوي. يعني لقى شفتوا بوفيه بدون فول سوداني؟ لا لا. هو حق فطور ولا حق غداء؟ يا اخي هو غداء. غداء. غداء غداء ما يجي فول سوداني. غداء لا. الغداء ما في فول سوداني. اي شفت. باقي احمد حنيف. انتوا تغدوا الساعة 8 هم زي. احمد بسام عشي ارحب احمد حنيف. لا 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 احنا سالنا العيال في الثلاث ايام ذي الاجازه وش خطتك اول ما تطلع من هنا وش بتسوي؟ اول ما تطلع من هنا بالله لا ترى خلنا نشوف شو يسوي. ماجد تعال راح استوديو. ها استوديو 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 خلاص خميس طياره ولا خلاص؟ والله شغله والله شكلها طياره والله في غريبه ماشي عديره. ليش ما تخويني طيب؟ والله انا ليش عبا فلح؟ خاف تبقى عليهم سنو. لا بتخلص. أرى على الخميس منيه على أبها. أيوة. مشوار عليك. طيارة الله يعز الطيارة. هذا الطيارة محمول مزمول نكمل. محمول مزمول. محمول مزمول. محمول مزمول. والله معي سيارة هني بس يا أخي الوقت يا أخي. محتوى. محمول مزمول. والله. قرية محتوى سيارة. صدام. مزمول يعني كذا مغطى. الى البل الى مدري وين ليه الله كيف يا وسلات يا سهل حق الرجال يا بيستانس. لا انا كنت اجيبها كذا مع المرايه بعدين اعرف هذا اللي يضغط على الساعه كذا ابو جابر اوه خبرات بعدين ياخذ برا بعدين يرجع يضرب الدركسون. ايوه يا شيخ شكرا لك. والله اوعدكم خلاص الغطه يا محمد مبرع والله اللي تمسك الثوب اهم شيء تحط الاداه ذيك اللي تبعد. اوعدكم انتم لا اشوف واحد يصورها ببلك لا والله لو اشوف واحد يصور طبلون السياره يلقى ملك مني. اول ما كان عندك الحين لا صور وجهك عادي. طبلون لا الطبلون لا انا من طلعت حطيت فلتر يا ولد يقول لا تحط فكونا من سنابات عادي سيارته فخمه. ايوه ولا تحط فلتر على اكل اللي يحط اكل يصور تصوير امها هذا تصوير امهات. طيب السياره فخمه يا اخي بيطلع عادي مره بس ما هو الحركه لا الفخمه ادري كيف تسوي ما في مشكله طلع العلامه بس وطلع الجو قدام صوره ما في مشكله صور الطبلون عادي بس ما تسوي الحركه ذيك اللي ايه لا دي لا 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 ذي انا ما هذه قاعد يستر عليه. لا فهد وقيس سوي هذه ربع يسوي عدد سن. والله اني بغيت اروح بر والله يمكن اروح بر. الله ان تلقى العصريه خلصت. طيب كرر مع الرقم في المطاف بعدين ممنوع احد يصور ما عرفها تقول وما تحملت زعل الرجال ما خلص يا اخي ترى احمد حنيف زعل يا اخي عبد احمد حنيف زعل يا اخي ما كمل الخطه حقه. ابو حنيف ابو حنيف بس ابو حنيف ختم الخايس ذا خلاص ابو حنيف ابو حنيف خلاص تذكرتك على حسابي قوم بتجيني الجلسه هناك اوريك ماله الحين اعطيتك استعذت يا بابا اسلم يا كمل ارنك كمل كمل ابو حميد جاب رزق ارنك بوصل خميس. ايوه طبعا بمشي من هنا بجلس هنا حق ابو ساعتين ثلاث ساعات في الرياض بعدين بمشي بوصل هناك بنعيد مع اهلي. ايوه تخيل ابوي ينزلنا تهامه. مش قصد لا يا رجال حر حر. طيب وش قصد ويكون عيد اضحى ينزلنا تهامه حر؟ لان ابوك شوف لو ما يدري ان فيها مصلحه ما نزل. يدك الثانيه ما اشتغلت. عودنا فيها تدري ان فيها وناسه. ادري غير حر اشتغلت. وين يبغى ادري وين يبغى ادري وجهه ويني الحريض ما يسير على لا الحريض ابوي. ايش؟ والله انا ودي اعلمكم بس اني بعلمكم بعدين. لا علمنا طيب عرفتها الجاج. لا بالله ما يمر عليه. لا قد وعاد ربنا قد فتحنا قد فتحنا اي والله اي والله اي والله انت شكك مبتعد يا عيال. والله يا ابوي ينزل الحريضه زي ذي الايام حر. عندكم حر للحين صح؟ اي والله والله انا ما يشغل مكيف ملحي في ذمتك ابراهيم كذا حياته بكل حب غادرنا القطو. والله كذا صدق وبس. واليوم الثاني كماو نطلع تمشي في ابها في الاجواء الزينه. عيال قطو برايم يا ابو حنيف كما هو هنا. لا كما هو اليوم الثالث هنا. لا في الرابع هنا يا ابوي. في الرابع كيف فهد وقيس انت يا اخي؟ بنخرج يوم التروية صح؟ اوه انت طيب. اول يوم عيد، ثاني يوم عيد، ثالث يوم عيد، رابع يوم عيد نحضر. هي
ثالث يوم العشاء تجي عود. لا نحضر اليوم الرابع. حضر اليوم الرابع. تحضير اليوم الرابع الساعة 6 المغرب. يا اذا انت ويا اجد ما ما والله يا عيال تعجبني اجواءكم. ليه ما نعيد في القريه؟ هذا الطالب اللي يقول الاستاذ ما يعطيني. استاذ حليت الواجب. انت لا ما عندي مشكله المتعه. أنا ما عندي مشكلة، ممكن إني أعيد في القرية. أنا طالب نعم. ممكن إني أكشخ وكذا ونكشخ ونصلي، بس إيش المشكلة؟ من اللي بيطالعنا؟ من اللي بيعيد علينا؟ من اللي فاضي يشوف؟ لا لا في ناس ممكن تشوفنا يا أخي. يا رجال والله ما حدر عنك. أعيد معك يا أحمد. ها؟ ليه؟ فيك مكسر عدم وجود. صعب. أنا نيتي أجيب لك بعد العيد هدية. بالله بعدين بيجيب لنا هدايا. الله يرجعني دايم معي معبود. طيب. اسمع دقيقة، بالله بعدين بيجيب لنا هدايا إذا جيت. بيجيب لنا دغبيس، صح هيك كذا؟ شو اسمه؟ غبيش. وش هي؟ ما حنسوي اكله جنوبيه. انا ما حنسوي حقت الزهري. ما لازم تصاحي. غبيش هي. بجيب المدايا. هي بجيبها. حقت الزهري والغمد غبيش. الزهري من البحر. ما اعرف والله. والله ما قدمت. اي فوز. يلا عليك. ارتاح ارتاح. هش هش. هم هنا. ها. اقول اقرا فوز. رفيدك رفيدك ما معه فلوس. رفيدك. منين اللي فلوس رفيدك؟ اسمع اسمع الرفاجة لازم الرفاجة ما عليه لا جتني اروح اطلع ان شاء الله قد معنا فلوس ها ايش ما عاد جلس معه في جلسته ارجع والله نحن راح لبس الملكة والله نحن ترقدنا وطلع ذلك الجلسة ثابتة يومين ولا كيف؟ لا شفنا لبس الوتر ذي لقيت الكاميرا عليه محتوى والله صدق ابو حنين زبطنا انا بجيب لكم هدايا يا اخي لا تستبق الاحداث وش بتجيب مثلا يا اخي ما لمح مثلا المفروض تعرف انا لمح لي قال تبغى ايفون قلت لي انا الله على التلميحه والله لمحت الله على التلميحه يوم ميلادي الاسبوع الجاي يوم ميلادي يوم اي يوم احنا اليوم كم شهر 11 يا اخي حرف السين عندي ما يطلع كنا في واحد ما حضر حرف السين حرف عندك ركب تقويم وابتلش كنا في 12 الحين بدينا باقي على شهر احنا في 12 واحد 12 اليوم هو في 7 12 يا نظامك يا حقير ليه؟ هذا اللي اكذب عليك هذا اللي كل 6 شهور له يوم ميلاد بالعكس معك عذرك ليه؟ 7 7 12 هنا 7 12 عشان البطل والله ما نقدر تقدر تاخذ الجوال بنقاطي انا اعطيك اياه والله ما يمدي الله الخير خساير على سلمان طيب اوكي احنا بعدين اعرف نظامه اللي ياخذها يوم هجري ويوم ميلادي أيه كلها كله ومره في الصيف ومره في الشتاء خلاص انا تاريخ ميلاد يا عيال احتفلوا فيني خلاص نادر جاي لكم نبدا من الحين يلا هابي بيرثدي تو يو اليوم يا عيال مو عشان لابس ثوب دقيقه اليوم دقيقه انت تسوي ملابس ثوب خاص ما عاد اعرف اغني 1 12 اليوم 1 12 شهر 12 تكبير يا عيال 5 12 بدال ما تكبرون نعم 5 12 ما نعم كبروا الفضيله نعم هلل يا عبد الرحمن بدال ما تستغلون الايام الفضيله وتكبرون قوم تغني الاغاني يوم الجمعه اغني 5 شي صالح اكتب قصيده تحس انكم في رحله واحد راح الخميس جود الخميس الظاهر الجمعه طيب شلون الجمعه 5 بخور السوق اثرت فيك بخور السوق هناك هو اليوم 5 12 يا اخي يوم ميلادي يا اخي عودنا يا عيال احنا اليوم يوم 9 جاي ما يجوز خلاص انتهى الموضوع يا عيال يوم 8 12 يوم ميلادي ما يجوز يا قلت مو اقول عيد ميلادي قلت يوم ميلادي نفسه لا ما يجوز نفسه وليش تحتفل فيه ما احتفل ما بي احتفال انا ايش تبي اقول لك كذا تعال سنه جديده خلاص لو اعطيتك هديه بتكون مناسبتها ايه اسمع مناسبتها ان سنه جديده الله علف قال اكرم اي لفيتها يا اخي دقيقه وش هو سبحان الله انت طلعت على الدنيا 18 هاوشني وش هو انا طلعت من القريه 18 خلاص غير خلاص صالح امر يلا وجاك الخبر ما